بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة الرياضيات. درس النهاردة الدرس 63، التقدير. تقدير حاصل الضرب. ما معنى التقدير؟ التقدير هو وسيلة بتساعدنا في الحصول على ناتج قريب للناتج الفعلي اللي هو الناتج الحقيقي. هنا قال لي ملحوظة، تقدير الإجابة يعني إعطاء قيمة تقديرية لها، إنما مش قيمة حقيقية. المثال رقم 1، قدر ناتج 6 في 7 ثم أوجد الناتج الصحيح. 6 في 7، أنا عايز الناتج المقدر مش الناتج الفعلي. 6 في 7 لو أنا حافظ الجدول، 6 في 7 ب 42، أنا عايز الناتج المقدر، ناتج تقريبي. هقول 6 في 7، السبعة هنقربها. هنقربها، تقرب لأقرب كام؟ لأقرب 10. نخلي بالنا الأرقام 5 6 7 8 9 قريبة للعشرة، عشان كده بنسميها أعداد كريمة، بتزيد لعشرة. السبعة قريبة للعشرة، يبقى السبعة هتبقى 10، ونضرب 6 في 10 بكام؟ ب60، يبقى الناتج المقدر 60. عشان كده 6 في 7 يجب أن تكون أقل من 60. ليه؟ لأن أنا كبرت السبعة خليتها 10، يبقى الناتج الحقيقي هيكون أقل من الناتج المقدر اللي أنا حققته. 6 في 7 ب42، إنما 6 في 10 بكام؟ ب60، يبقى الناتج الفعلي هيكون أقل من 60. 6 في 7، السبعة هنحولها إلى عددين، 5 زائد 2، ونبدأ نحل بطريقة التوزيع. يبقى 5 في 6 زائد 6 في 2، 6 في 5 زائد 6 في 2، 5 في 6 ب30، و2 في 6 ب12، ونبدأ نجمع 30 زائد 12 يساوي 42. يبقى ده الناتج الفعلي، أقل من الناتج المقدر. قدر ناتج 9 في 12 ثم أوجد الناتج الصحيح. 9 في 12، إحنا هنعمل إيه دلوقتي؟ 9 قريبة للعشرة، وال12 قريبة للعشرة، يبقى الناتج هيبقى 10 في 10. 10 في 10 بيساوي كام؟ بيساوي 100. إنما الناتج الفعلي هقول 9 في 12 ب 108. يبقى ال 100 طلعت أصغر ليه؟ لأن ال 9 أنا كبرتها وال 12 صغرتها. ال 9 كبرتها 1، إنما ال 12 صغرتها 2، فالناتج كان أقل من الناتج الفعلي. شرح طريقة التقدير. في التقدير ال 9 قربناها لأقرب 10، وال12 قربناها لأقرب 10، وضربنا 10 في 10 ب100، إنما الناتج الصحيح 108. شرح الطريقة برضه، 9 في 12، ال12 بتساوي 2 زائد 10، وهنبدأ نحل بطريقة التوزيع. هضرب 9 في 2 زائد 9 في 10، 9 في 2 ب18، و9 في 10 ب90، نجمعهم 18 زائد 90 108. قدر حاصل الضرب ثم أوجد الناتج الفعلي كما بالمثال. مثال 1، 5 في 9، تقدير حاصل الضرب، الناتج المقدر هيكون أقل من 50، لأن 9 هقربها لأقرب 10، يبقى 5 في 10 ب50، ده الناتج المقدر. إنما الناتج الفعلي هقول 5 في 9 ب45. 3 في 6، تقدير حاصل الضرب سيكون أكبر من 15. ليه؟ لأن الستة قريبة للخمسة، يبقى هنضرب 3 في 5 ب15، إنما الناتج الفعلي 3 في 6 ب18، يبقى الخمستاشر أصغر من التمنتاشر، الناتج الفعلي طلع أكبر من 15. 7 في 8، سيكون الناتج كام؟ أصغر من 70، لأن التمانية هقربها لأقرب 10، يبقى 7 في 10 بتساوي 70، إنما الناتج الفعلي 7 في 8 بتساوي 56. 6 في 11، هنقدر حاصل الضرب هيكون أكبر من 60، لأن 6 في 10 بتساوي 60، ده الناتج المقدر. الناتج الفعلي 6 في 11 66. 4 في 8، تقدير حاصل الضرب سيكون أصغر من 40، لأن أنا هكبر التمانية،
التمانية اكبرها تبقى كام؟ 10 في التقريب، التمانية تبقى 10، يبقى 4 في 10، 4 في 10 بيساوي 40، انما الناتج الفعلي هيكون اصغر من ال40، 4 في 8 بتساوي 32، 9 في 12 تقدير حاصل الضرب سيكون اكبر من ال90، هضرب 9 في كام؟ 9 في 10، 9 في 10 ب90، يبقى الناتج الفعلي 9 في 12 108، يبقى ال108 اكبر من ال90. قدر الاجابه واشرح طريقه التفكير ثم اوجد الحل الصحيح. الحل الصحيح اللي هو الناتج الفعلي 7 في 8، التقدير 7 في 10، اللي حصل ال8 قربناها لأقرب 10 هتبقى 10، 7 في 10 ب70. شرح الطريقة: تم تقريب العدد 8 إلى العدد 10، الناتج الفعلي الحل الصحيح 56، جت منين ال 56؟ ضربنا 7 في 8، 7 في ال 8 بنجزئها إلى عددين 5 زائد 3، ونبدأ نحل بطريقة التوزيع، هضرب 7 في 5 زائد 7 في 3، 5 في 7 ب35 و3 في 7 ب21، 35 زائد 21 الناتج 56، 4 في 7 في 5، التقدير هيبقى 5 في 5 في 5، الأربعة قريبة للخمسة والسبعة قريبة للخمسة، يبقى 5 في 5 ب25، 25 في 5 125. شرح الطريقة: تم تقريب كل من الأربعة والسبعة إلى العدد 5. الحل الصحيح 140، جيت منين ال140؟ شرح الطريقة: هنضرب 4 في 7 في 5، 4 في 5 ب20، 20 في 7 ب140. السؤال الثالث 8 في 9، التقدير هتبقى 8 في 10، يبقى 9 هنقربها لأقرب 10، 9 بتساوي 10، 8 في 10 ب80. يبقى شرح الطريقة: تم تقريب العدد 9 إلى العدد 10، الناتج الفعلي اللي هو الحل الصحيح 8 في 9 بتساوي 72، جت منين ال 72؟ هنقول ال 8 في ال 9 هنفكها إلى عددين 5 زائد 4، ونبدأ نحل بطريقة التوزيع، هنضرب 8 في 5 زائد 8 في 4، 5 في 8 ب40 و4 في 8 ب32، ونجمع 40 زائد 32 الإجابة 72. السؤال الرابع 2 في 5 في 9، 2 في 5 التسعة هنقربها لأقرب 10 هتساوي 10، يبقى 2 في 5 ب10، 10 في 10 ب100. شرح الطريقة: تم تقريب العدد 9 إلى العدد 10، الناتج الصحيح 2 في 5 ب10، 10 في 9 ب90، ممكن نعملها بطريقة تانية، هنقول 2 في 5 في 9، دي طريقة التجميع اللي هي طريقة الدمج، 2 في 5 ب10، 10 في 9 ب90، 8 في 12، التقدير 8 في 10 بتساوي 80، الـ8 نزلناها زي ما هي والـ12 قربناها لأقرب 10 بتساوي 10. شرح الطريقة: تم تقريب العدد 12 إلى العدد 10، الحل الصحيح اللي هو الناتج الفعلي 8 في 12 ب96. نشوف شرح الطريقة: 8 في الـ12 هنفكها إلى عددين، الـ12 بتساوي 10 زائد 2، نبدأ نحل بطريقة التوزيع، نضرب 8 في 10 زائد 8 في 2، 8 في 10 ب80 و2 في 8 ب16، 80 زائد 16 96. السؤال الثاني 3 في 4 في 5، التقدير 5 في 5 في 3، عملنا إيه؟ الـ3 قربناها لأقرب 5 والـ4 قربناها لأقرب 5، يبقى 5 في 5 ب25، 25 في 3 ب75. يبقى شرح الطريقة: تم تقريب العدد 3 و4 إلى 5، الـ3 قربناها لـ5 والـ4 قربناها لـ5. الحل الصحيح 60، جت منين الـ60؟
3 في 4 ب 12، 5 في 12 ب 60. ممكن نحلها بطريقة الدمج اللي هي التجميع، بنضرب 3 في 4 ب 12، 12 في 5 ب 60. السؤال الثالث، 4 في 6 في 10، ايه التقدير؟ الأربعة نقربها لأقرب خمسة، والستة نقربها لأقرب خمسة، خمسة في خمسة بخمسة وعشرين، 25 في 10 ب 250. شرح الطريقة، تم تقريب العدد 4 و 5 إلى العدد 5، الأربعة تقربت لخمسة والستة تقربت لخمسة. الحل الصحيح 240، جت منين ال 240؟ ضربنا 4 في 6 ب 24، 24 في 10 ب 240. السؤال الرابع، 9 في 13، التقدير التسعة نقربها لأقرب عشرة بتساوي عشرة، والتلاتاشر نقربها لأقرب عشرة هتساوي عشرة، يبقى عشرة في عشرة بمية. شرح الطريقة، تم تقريب العدد تسعة لأقرب عشرة، تم تقريب العدد تلاتاشر لأقرب عشرة. الحل الصحيح تسعة في تلاتاشر بمية وسبعتاشر. شرح الطريقة، التلاتاشر هنحولها إلى عددين، تلاتة زائد عشرة، يبقى تسعة في عشرة زائد تلاتة. نبدأ نشتغل بعملية التوزيع، نضرب تسعة في عشرة زائد تسعة في تلاتة، تسعة في عشرة بتسعين، زائد تلاتة في تسعة بسبعة وعشرين، ونجمع تسعين زائد سبعة وعشرين، الإجابة مية وسبعتاشر. إن شاء الله الدرس القادم الدرسين 64 و65، العلاقة بين الضرب والقسمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.